ما معنى أن خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه فجوة بين الشيخين وبين علي بن أبي طالب، وهل هذا الكلام صحيح؟ هذا كلام باطل، هذا يطعن في خلافة عثمان. اللي يقول هذا معروف في كتبه، هذا طعن في خلافة عثمان، وهي لوثة شيعية في مذهب الشيعة. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. خلافة عثمان رضي الله عنه خلافة حق، اختاره أهل الشورى والذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وعهد إليهم عمر اختاروه وأجمعوا على ذلك، ورضي المسلمون بخلافته، فلا يطعن في خلافته إلا من هو أضل من حمار أهله، كما قال شيخ الإسلام: من طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. نعم.